الحياة رحلة فيها سلبيات وإيجابيات، شقاء وسعادة، حزن وفرح، وكلنا عندنا مشاكلنا الخاصة، وكل واحد فينا شايل حمل كبير جدا على كتفه وجارر قطر وراه. لو مشاكل مادية ممكن تتغلب عليها انك تسعى وتزود مصادر دخلك على قد ما تقدر، انما لو المشاكل صحية او نفسية او عاطفية بتبقى مدمرة لو سبت نفسك. كل واحد فينا عليه حمل كبير جدا جدا، ولو كل واحد بص لمشاكل غيره هيحمد ربنا على مشاكله، واللي انا اقدر اشيله ممكن انت ما تقدرش تشيله، والعكس صحيح. علشان كده حاول توجد لنفسك المخرج اللي يسعدك، لان لو سبت نفسك لاي مشكلة هتدمرك وتقضي عليك وممكن تكون سبب في وفاتك. واصعب حاجة على الانسان انه ما يقدرش يساعد ويقوم بسرعة من المشاكل دي. علشان كده انا بنصح كل واحد، اعمل اللي انت حاسه هيريحك، ما يفرقش معاك كلام الناس طالما ما بد ولا بتعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. اعمل اللي يريحك ويبسطك ويخليك تخرج من الأزمة اللي انت فيها او يهونها عليك، وما تعملش حساب لمشاكل ممكن تقضي عليك، وما تعملش حساب لكلام الناس هيتكلموا. امشي في طريقك وربنا يهون عليك او عليك اي مشكلة. اذا عجبكم الفيديو من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل ما هو جديد، واتمنى لكم كل خير، والى اللقاء.